السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله راح نشرح الآن درس الميديان أند المود، راح نوضح أفكار. إذن الميديان هو عبارة عن الوسيط، والمود هو عبارة عن الرقم الأكثر تكرار. لكن قبل ما أبلش بحل هذا السؤال، الأول إشي لازم أنا بكون عندي بيانات لازم أرتبها من الأصغر للأكبر، from least to greatest. أوكي؟ إذن نأخذ أول إكزامبل بوضح إن هذا الإشي بحكي لك what is the median for the set of data. أنا معطيني داتا بدي أوجد الميديان إلها. إذن أول إشي حكينا من رتب البيانات من الأصغر إلى الأكبر. إذن من رتب أصغر إشي عندي أنا الفور، إذن هاي الفور، بعدين عندي 15، بعدين 17 بعدين 20 بعدين 100. خلصنا هيك. الحين باجي بعمل بدي أوجد الميديان. الميديان هو عبارة عن الرقم اللي بالنص. الرقم اللي بالنص شو هو راح يكون عندي؟ إذا أنا عشان أوجد الرقم بالنص اللي هو الميديان، ببلش بشط رقم من اليمين ورقم من الشمال، رقم من اليمين ورقم من الشمال. الرقم اللي بضل عندي بالنص، إذا هذا إحنا بنسميه ميديان. إذا الميديان عندي بهاي المجموعة equal 17، يساوي 17. طب المود، إذا حكى لك أوجد للمود، المود هنا في هو حكينا هو الرقم الأكثر تكرار. ما في عندي رقم مكرر أكثر من مرة بهاي المجموعة، إذا هون بيكون أنا عندي no mood. إذا المود، إذا هون no mood، ما عندي mood. طيب نأخذ الإكزامبل الآخر، لأنه هون أنا عندي البيانات odd، عددهن odd فردي، طلع عندي رقم واحد الميديان. طيب الحين نأخذ البيانات إذا كان عندي even، يعني أنا عندي عددهن عدد زوجي، يعني هنا كانن 5، نفرض انه كانن 6 بيانات، نشوف كيف نوجد الميديان. والمود هو حكينا هو الرقم الاكثر تكرار. اول خطوه حكينا بنعملها احنا بنرتب البيانات من الاصغر الى الاكبر. اذا البيانات من الاصغر للاكبر راح تكون عندي هون. اذا اول شيء، اذا السوليوشن راح يكون عندي من رتب من أصغر إشي، أنا عندي 10، هاي 10، بعدين 11، بعدين 13، بعدين 15، بعدين 15، إذا هاي 10، 11، 13 خلصنا منها، 15 خلصنا منها، 15 خلصنا منها، ظل عندي 103. إذا هاي أنا هيك إذا رتبت، يعني إذا هاي ترتيب من الأصغر للأكبر، from least to smallest to greatest. هاي اول شيء، least to greatest. الحين بدنا ايش؟ نوجد الميديان. حكينا نشطب واحد من اليمين، واحد من الشمال، واحد من اليمين، واحد من الشمال. الحين اذا بدي اشطب انا هذول الرقمين ما بضل عندي ارقام، اذا ما كيف بدي اوجد الوسيط؟ لازم يكون عندي رقم وسيط. فبهاي الحالة أنا بظل عندي رقمين، الوسيط هو بدي يكون بيناتهم هون بدل الفاصلة هاي. إذن هو عبارة عن 13 + 15 / 2 ويساوي 28/2 ويساوي 14. إذن الميديان أنا عندي قدي طلع هون 14، إذن هذا إحنا بنسميه إذن ميديان. طب المود، الرقم الأكثر تكرار، شو الأكثر رقم كرر عندي؟ اللي هو 15. إذن بيكون أنا عندي المود هو عبارة عن 15. إذن فكرة الميديان والمود هاي فقط لا غير. الميديان إذا كان عندي عدد، عددهم بيكون odd اللي هو عددهم مثلا بيكون فردي، إذن هون بيكون أنا عندي رقم جاهز بيكون هذا الميديان. إذا كان عندي المجموع عدد زوجي، البيانات يعني عدد زوجي، يعني بيكون عندي مثلاً هون 6 بيانات، مثلاً 10، 20، 100 إلى آخره. إذا الميديان بيكون عبارة عن، هو عبارة عن الأفرج للرقمين اللي بالنص. أنا عندي هون هاي شطبت 2 من اليمين، 2 من الشمال، ظل عندي رقمين بالوسط. الميديان بينات هنا بده يكون مكان الفاصلة، إذا هم نعتبره مثلاً أفرض إنه بدل الفاصلة، الأفرج بينات هنا هو عبارة عن مجموع هذول العددين. إذا تقسيم 2 يعني أباجي بحكي بغض النظر، إذا عندي هون العددين 13 و15، ممكن يكون عندك أرقام ثانية، إذا هون بجمعهم وبقسم على 2 بيعطيني الرقم
اللي هو الميديان، هذا بنسميه الوسيط. المود هو الرقم الأكثر تكرار، أكثر رقم مكرر عندي اللي هو 15 مكرر عندي مرتين، فإحنا بنسميه مود. أنه هيك بتكون انتهت فكرة الميديان والمود، والتوفيق إن شاء الله للجميع، يعطيكم العافية.